كان يسأل يا شيخ يقول عن صلاة الفجر أنه ما كان يقرأ سورة الفاتحة، وبعد أن تذكر بدأ يقرأ سورة الفاتحة بأنها فرض. لا، هو يقول بأنه لم يكن يحسن قراءة الفاتحة، أو كذلك. نعم، فإن كان هذا جهلا منه وأداه على قدر استطاعته فأرجوه ألا حرج عليه في ذلك، ولا يؤمر بقضاء الصلاة، وعليه أن يسعى لتصحيح قراءة الفاتحة فيما يأتي.